في عصر تتضاعف فيه المعرفة كل 12 ساعة، وفي عالم مليء بالتعقيدات التي لا تلاحظها، أصبح من الضروري وجود صرح يجمع بين تبسيط العلوم وبين الترفيه والمعرفة. لذلك أنشأنا لكم قناة جرعة، لتكون جرعة يومية لكم من شتى العلوم والمعارف. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد أولا بأول. السلام عليكم مشاهدي قناة ماذا لو الكرام. لم يترك الإنسان سيناريو حول نهاية العالم ولم يفكر فيه، بداية من اصطدام الأرض بكويكب والحرب العالمية وحتى النتائج المدمرة للاحتباس الحراري. لكن هناك سيناريو ربما غاب عن عقول البشر، وهو ماذا لو دارت الأرض في الاتجاه المعاكس لدورانها؟ ونحن اليوم بصدد مناقشة هذا السيناريو، وما الذي قادنا للتفكير فيه، وما هي النتائج المتوقعة على أساس القوانين العلمية الفلكية وقوانين تفاعل كواكب النظام الشمسي. لذا دعونا نتخيل لعدة دقائق ما الذي يمكن أن يحدث لو دارت الأرض في عكس اتجاهها. لا يمكن أن يحدث تغيير في اتجاه دوران الكوكب حقيقة إلا بطريقة واحدة، وهي اصطدام الكوكب بجسم آخر كبير الحجم بسرعة كبيرة كافية لإجبار الأرض على تغيير مسار دورانها. وفي الوقت الحالي معدل دوران الأرض حول نفسها عند خط الاستواء 1674 كيلومتر في الساعة. لكن ما الذي سيحدث إذا انقلب دوران الأرض إلى الاتجاه المعاكس؟ سيؤدي التغير المفاجئ في دوران الأرض إلى تسونامي ضخم وأعاصير ورياح بسرعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، قد تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة. وبغض النظر عن المناطق المناخية للأرض، ستصبح الأرض في تدفق مستمر من الأعاصير والتي ستجرف في طريقها الأخضر واليابس، سواء كانت كائنات أو أشجار أو حتى سيارات ومنازل. ونتيجة لذلك سنوات عديدة من الحياة المريحة والحضارة ستمتص في فترة قليلة وتتحول إلى سحابة من الرماد والغبار، وسيكون أول اختبار حقيقي لكل أشكال الحياة على الكوكب. ولن تستطيع أغلبية الكائنات البقاء على قيد الحياة، لكن الشيء المخيف لم يحدث بعد، ومثل هذا الحدث سيتسبب في تغيرات جذرية في حركة الصفائح التكتونية للكوكب، ونتيجة لذلك ستثور البراكين ملقية بقذائفها من الحمم البركانية والتي بدورها ستغمر الكوكب، بالإضافة إلى زلزال بقوة غير مسبوقة لا تصدق. لن تستطيع القلة الباقية من أشكال الحياة مقاومة هذه التغيرات الكارثية، وبسبب ذلك سيختفي المحيط الحيوي ولن تبقى على قيد الحياة وفقا للعلماء إلا البكتيريا الحيوية فقط. ونتيجة للثورات والبراكين والرياح القوية سترتفع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في القطبين، وبالتالي سيختفي الغطاء الجليدي لهم ويبدأ في الذوبان بسرعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه المحيط حتى 60 متر، وسيؤدي هذا إلى تقليل درجات الحرارة، ويعود كل شيء إلى طبيعته بالتدريج. لكن الأرض ستحتاج لكي تبرد لمئات السنين على الأقل. وإذا كان التغير في الدوران حدث نتيجة اصطدام كويكب كبير بالأرض على سبيل المثال في منطقة جبال سييرا بنيفادا، ستضيف إلى المشاكل فوهة بركان بحجم أمريكا الشمالية، وستكون قوة الدوران المعاكس نتيجة لهذا الاصطدام كبيرة جدا. وسيصعب التحدث عن العواقب الوخيمة لهذا، لأن المسار وسرعة الدوران لا يمكن التنبؤ بهما أيضا. وبالإضافة إلى ذلك فإن جزءا من الطبقة السطحية للأرض ستنفصل وتطير إلى الفضاء، وقد تسبب عواصف من النيازك لسنوات عديدة. وعندما يتوقف كل شيء، النتيجة البديهية هي اختلاف اتجاه شروق الشمس، حيث ستشرق من الغرب وتغرب من الشرق، ما سيعني أن الأماكن الشرقية ستكون أكثر برودة، وما يتبع هذا التأثير من تهديد لحياة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات. وفي هذه الحالة ببساطة لن يعيش البشر حتى يشاهدوا كل هذا الرعب. وبالرغم من ذلك فإن بعض العلماء ما زالوا لا يرون سببا لحدوث هذا، لكن الشيء المؤكد علميا حاليا هو قرب شروق الشمس من مغربها، وفقا لتقارير حديثة من وكالة ناسا عن انقلاب المجال المغناطيسي للأرض. ألا يذكركم هذا بشيء؟